فلسطين 4000 سنة من التاريخ. تأليف نور مصالحة. شهدت أرض فلسطين تنوعاً بالثقافة والهوية على مدى قرون من الزمن نتيجة تنوع الشعوب والحضارات التي توالت عليها. فبحسب الشاعر محمود درويش، فإن فلسطين في شكلها الحديث استطاعت أن تدمج مختلف الأديان والمذاهب والطبقات في بوتقة الهوية الفلسطينية الواحدة ضمن نسيج متجانس متآلف، إذ إن هذه الهوية ليست بالشيء الجديد، وإنما هي امتداد متصل ينتقل من جيل إلى جيل. وما يؤكد أصالة الأرض وشعبها هو ما ورد من ترجمات للمصطلحات الرومانية في عهد الفتوحات الإسلامية، لأن الرومان أنفسهم استخدموا كلمة فلسطين في وصف أماكن الجنود والمعارك، وحتى إن هذا الوصف نفسه ورد في العديد من الكتب الأوروبية والسامية التي تعود إلى العصور القديمة، بل إن الآثار القديمة تضمنت نحتا يشير إلى اسم فلسطين. وحتى الآن وبحسب الحفريات المستمرة، فإنه لم يوجد أي دليل على قدم مملكة داود حسب الكيان المحتل بما يزيد عن 1000 سنة قبل الميلاد، وهذا دليل آخر على أصالة فلسطين أرضا وشعبا. وجودية فلسطين منذ الحقبة المتأخرة للعصر البرونزي. وجدت الكثير من الأواني الفخارية في مصر تعود بأصلها إلى الكنعانيين الذين قطنوا في فلسطين، والتي تعود إلى حقبة العصر النحاسي بين الفترة 3200 إلى 4000، إلا أن اسم فلسطين ظهر أولاً في المصادر المصرية منذ العصر البرونزي المتأخر، حتى إن النقوش المصرية والآشورية أشارت إلى سكان فلسطين القدماء باسم بيليست أو بيليستي، وهو أيضاً ما ورد في المراسلات الملكية في عهد ملوك مصر القدماء. وقد ورد اسم فلسطين كذلك في مذكرات الإمبراطورية الرومانية والبيزنطية والنصوص اليونانية. أضف إلى ذلك أن الآثار أظهرت مدى التقدم التقني والحضاري الذي استخدم في فلسطين جراء حركة التجارة الدولية النشطة من خلال البحر المتوسط، وما تم فيها من تبادل للخبرات والثقافات المختلفة. اشتهرت فلسطين بتجارة الزيتون والفاكهة والماشية، وتميزت بأنها كانت دولة عبور مركزية للنشاط الزراعي والصناعي والحرفي، حيث استخدمها الفينيقيون في الاتجار مع عدة دول مثل مصر وبلاد الشام ودول الهلال الخصيب. من ناحية أخرى، وجدت بعض العملات التي تحمل اسم فلسطية منقوشا عليها، والتي تم صكها منذ عدة قرون قبل الميلاد. استمرت فلسطين بالازدهار في حقبة الإمبراطوريات الهيلينية في الفترة من 500 قبل الميلاد إلى 135 للميلاد، حيث شهدت حركة نشطة للفلاسفة والعلماء والتجار، فضلا عن اهتمام الكثير من الكتاب والروائيين اليونانيين بها في كتاباتهم. كما اشتد النشاط التجاري في هذه الفترة، خصوصا تجارة البخور والتوابل، ناهيك عن حركة الحجاج إلى الأماكن المقدسة. فما زالت تسميات بعض المناطق والتي استخدمت في العصور اليونانية الكلاسيكية مستخدمة حتى يومنا هذا. في بداية التاريخ الميلادي، أوجد رسام الخرائط كلاوديوس بطليموس أول خريطة تصف فلسطين وما يحيطها من مناطق جغرافية بشكل دقيق. تطورات فلسطين في ظل الحكم الروماني والعهد البيزنطي. خضعت فلسطين في حقبة 135 إلى 390 للحكم الروماني، واعترف بها رسميا كمقاطعة رئيسة تابعة للإمبراطورية الرومانية، وأسموا مدينة القدس باسم إيليا، وذلك قبل الثورة اليهودية التي حدثت بين عامي 66 إلى 69، حيث شكلت مدينة إيليا في وقتها نقطة وصل مهمة بين سبعة من الطرق الرئيسة في فلسطين. وأسس الرومان بالقرب من البحر المتوسط ما عرف باسم قيصرية فلسطين، حيث شكلت العاصمة الإدارية لفلسطين والتي اعتمدها الفرس أيضا كعاصمة لهم لاحقا، كان لها مرفأها الخاص، وشكلت مركزا ثقافيا مهما لها، وأصبحت لاحقا مستقرا للمحاربين الرومان القدامى. كما تم الاهتمام بتطوير السياحة العلاجية نظرا لتوافر الكثير من الينابيع المتدفقة والمناطق الدافئة. وأصبحت فلسطين في العهد البيزنطي مركزا روحيا للأديان، حيث انتشرت الأديرة فيها على نطاق واسع. تشكل التنظيم الكنسي في فلسطين عن طريق أبرشية قيصرية مركزية تتبع لها خمس كنائس رئيسة. في تلك الفترة اعتبرت الكنيسة مصدرا رئيسا للسلطة والتشريع، فاحتلت كنيسة إيليا السلطة العليا والأولوية في التشريع على جميع الكنائس التي تتبعها المقاطعات الرئيسة. وحتى إبان الحكم الإسلامي لاحقا، تركت الحرية لكنيسة إيليا لممارسة توجهاتها وشعائرها. تم إقصاء الأبرشية القيصرية كمرجع ديني مركزي عندما فرض الصليبيون الأوروبيون الفرنجة سيطرتهم على مدينة القدس، فانتقلت السلطة إلى البطريركية اللاتينية التي كانت تخضع للحكم الأوروبي. بشكل عام حجمت قدرات وصلاحيات الكنائس الأرثوذكسية والقيصرية. شكلت مدينة غزة في الحقبة البيزنطية مركزا حضاريا نابضا للتعلم ومحو الأمية والبلاغة والأدب. كانت مدينة رائدة بجدارة نظرا لوجود الميناء الذي يعتبر نقطة وصل رئيسة لحركة البضائع الدولية، فضلا عن مركز صك العملات، وهو دليل آخر
تأخروا على درجة الازدهار للدول. ولاحقا في العصر الإسلامي تم تسمية العملات حسب المناطق الداخلية والخارجية لفلسطين كالشام ومصر، حتى إن غزة أصبحت ممرا لانتقال الرهبانية المسيحية من وإلى فلسطين، خصوصا من مصر في الجنوب بسبب احتوائها على العديد من الأديرة والأنشطة الرهبانية. فلسطين قبل وبعد ضمها للخلافة الإسلامية. اعتنق سكان فلسطين الإسلام بشكل تدريجي بسبب الاختلاط في الثقافات مع القادمين كمهاجرين أو زائرين من شبه الجزيرة العربية، وحتى إن التعريب انتشر ليشمل أجزاء كبيرة من فلسطين. وفي نهايات الحكم البيزنطي كان العرب الغساسنة يفرضون سيطرتهم تدريجيا على مقاطعات فلسطين بنمط الحكم الذاتي، ويتصدون لغارات العرب المناذرة على المقدسات وقوافل الحج. في تلك الفترة انتشر الشعر العربي والمعلقات والخطابة، وظهر الكثير من الشعراء المبدعين منهم النبيغة الذبياني الذي كان له دور كبير في انتشار الشعر العربي الفصيح. خضعت فلسطين بعد معركة اليرموك للحكم الإسلامي في عام 638، حيث استمرت حركة التعريب بالازدياد والانتشار، فاعتمدت اللغة العربية بشكل رسمي للمراسلات والمعاملات المختلفة والترجمة والمعرفة الثقافية والتجارة الدولية. وتمكن الخلفاء الأمويون من توسيع دولة المسلمين على أساس العقيدة بشكل واسع، كما بنوا مسجد قبة الصخرة والمسجد الأقصى، وسمح بتطبيق نظام الحكم الذاتي للمجتمعات غير المسلمة من يهود ونصارى، مما أضفى جوا من الألفة والتسامح في نسيج المجتمع. ومن الجدير بالذكر اعتمد في ظل الحكم العربي الإسلامي مسمى فلسطين رسميا للبلد بدلا من التسمية السابقة كنعان. اتخذ من مدينة الرملة عاصمة إدارية لفلسطين في العهد الأموي، حيث شهدت هذه المدينة حركة تجارية قوية للقوافل القادمة من شمال وجنوب الشام ومصر. فضلا عن خصوبة أرضها واكتسائها بالخضرة وجمال هندسة مبانيها ومساجدها وشوارعها، من ناحية أخرى كانت مقاطعة جند فلسطين من أكثر المقاطعات التي لاقت اهتماما وازدهارا من قبل حكام المسلمين، بالإضافة إلى عوائدها الضريبية العالية. وشكلت تجارة الحرير مع الصين مصدرا غنيا للأرباح والعوائد والرخاء الاقتصادي على الدولة الأموية ولاحقا العباسية. فلسطين في العصر الأيوبي والمملوكي. في فترة عام 1154 اهتم الرسام والكاتب الإدريسي بالمعلومات الجغرافية ورسم الخرائط وإعداد المؤلفات، فرسم خريطة للعالم ظهرت فلسطين فيها، والتي تبعها العرب والعجم لقرابة 3 قرون. ورسمت خرائط أكثر تفصيلا للعالم على يد الرسام الإيطالي فرا مارو، وأشار فيها إلى اسم فلسطين ببالستينا وغيره الكثيرين. تبع ذلك الأطلس العثماني والذي كان مرجعا يعتد به في مجال الخرائط وجغرافيا الأماكن. استطاع الأيوبيون في القرن 12 استرداد الحكم الإسلامي في فلسطين من جديد، وانتشر في عهدهم النشاط الفكري والمعارف والدراسات بمختلف أنواعها. وعلى نفس النهج السابق استمر المماليك عندما تولوا مقاليد الحكم، حيث شهدت مدينة القدس تقدما حضريا ومعماريا وفكريا لا مثيل له، حتى إن أوروبا استخدمت بعضا منه لفترة من الزمن، حيث إن فسيفساء الجدران والأسقف والأرضيات شهدت جودة ونقلة نوعية في ذلك الوقت، فضلا عن مدينة صفد التي شهدت تطورا سياحيا وتجاريا لمجاورتها للبحر الأبيض، فأصبحت العاصمة المعتمدة لدى المماليك حينها. التطورات في ظل الحكم العثماني. في فترة الحكم العثماني من 1517 إلى 1860 يعتبر الكاتبان خير الدين الرملي وأحمد التمرتاشي من الكتاب الأفذاذ الذين كتبوا بالتفصيل عن أحوال فلسطين والأرض المقدسة والتطورات التي عايشتها فلسطين في تلك الفترة. وبدأت في تلك الحقبة بعض المدن تتحول إلى الطابع البرجوازي، نظرا لتصدير القمح بشكل مهول إلى أوروبا من خلال ميناء عكا، والذي كان سببا في التمايز بين الطبقات في فلسطين بين الفلاحين من جهة وبين الأثرياء وكبار التجار من جهة أخرى، حيث كانت تجارة القطن والزيتون والقمح في أوجها بالإضافة إلى منتجات أخرى. كما وشهدت مدينة عكا ازدهارا حضاريا ومعماريا في مساجدها وحماماتها، بالإضافة إلى المسجد الأبيض الكبير الذي كان صرحا تعليميا فريدا. فرضت الدولة العثمانية نظام الضرائب الدولي تحت ما يسمى بنظام التزام على العائدات من التجارة والزراعة، فشهدت فلسطين في فترة ضعف الدولة العثمانية حكما ذاتيا بقيادة ظاهر العمر، خصوصا عندما انقسم المجتمع إلى عدة طبقات، مما دفع البعض إلى الشعور بعدم المساواة وغياب العدالة. كان الحكم بقيادة ظاهر العمر معترفا به على المستويين المحلي والدولي، وعمل على تقوية مدينة عكا وتحصينها بشكل منيع، حتى إنه استل السيطرة من العثمانيين بشكل تدريجي وصولا إلى الحكم الذاتي كما سلف. نهاية الحكم العثماني وبداية الانتداب البريطاني. باعتبار روسيا إحدى الأقطاب الحامية والمدافعة عن المسيحية الأرثوذكسية،
وتباعا لنهج البيزنطيين من قبلهم نشبت بعض الخلافات بينهم وبين الدولة العثمانية، وذلك من باب الحفاظ على حقوق الأرثوذكس لأنهم كانوا أكبر أقلية في فلسطين حينها، مما اضطر العثمانيين للبحث عن تخالفات مع بريطانيا وفرنسا، حيث بدأ الروس بالتوافد إلى القدس على شكل تجار وعائلات وطلاب، واشتروا العقارات وأسسوا المجتمعات والنشاطات المختلفة، وهم أيضا من استقدم الصهاينة كمستوطنين منذ البداية. يذكر وضع الكاتب والأديب خليل بيداس الأسس لتعميق القومية الفلسطينية عن طريق الكتابات الوطنية والمصطلحات الفلسطينية والتركيز على الأعمال التي تخص الناطقين بالعربية. لاحقا وفي فترة الانتداب البريطاني تم إصدار جريدة فلسطين داعمة للنضال القومي الفلسطيني ورافضة للاستيطان والمستوطنين، حيث استخدم مصطلح فلسطيني لكل مقيم على الأرض بغض النظر عن الأصل والديانة والجنس. من الإنجازات التي تمت في فترة الانتداب البريطاني إنشاء مصلحة سكك الحديد وإذاعة فلسطين وتنظيم الحمضيات والخطوط الجوية الفلسطينية وغيرها. الاستعمار الإسرائيلي والتهويد. روجت الحركة الصهيونية في البداية فكرة أن فلسطين تحتاج إلى شعب، حيث أن الأتراك هجروها وتركوها، وبالنسبة لليهود فهي خيار مناسب لهم، إلى أن قدمت الحكومة البريطانية وعد بلفور بضغط صهيوني لمنح اليهود وطنا قوميا في فلسطين. كان جزء من هذا الضغط يعود للفهم الخاطئ لبعض المتشددين المسيحيين في بريطانيا بما يتوافق مع الوعد الإلهي والكتاب المقدس حسب اعتقادهم. بدأت الحركة الصهيونية بدعم فكرة شراء وتملك الأراضي من ملاكها خصوصا الغائبين عنها. عارض هذا المخطط بعض الفلاحين البسطاء الذين شعروا أنه لا خير يرجى منه. تعددت الوسائل التي اعتمدتها الصهيونية لإثبات حقها في الأرض كإعادة صياغة أحداث الماضي وكيف كان لليهود وجود أصيل في فلسطين وتهويد بعض المصطلحات الجغرافية الخاصة بالأماكن والمواقع وإعادة تأويل بعض النصوص في الكتاب المقدس بما يخدم المشروع الصهيوني. عمل بن يهود على اشتقاق العديد من الكلمات العربية ووضعها في اللغة العبرية المستحدثة، وغير بعض المستوطنين اليهود ذوي الأصول الأوروبية والروسية أسماءهم بما يتوافق مع الروايات الصهيونية على أمل أن يثبتوا أحقيتهم بالأرض المقدسة. الاقتباس. يجب أيضا مراعاة هذا التمييز الهام بين فلسطين كدولة والجنسية الفلسطينية عند التفكير في حقيقة أن مؤرخي القومية الفلسطينية الحديثة قد تغاضوا عن الروابط بين الأرض والدولة والوعي الإقليمي القائم على فلسطين والتي كانت واضحة في أعمال العلماء والكتاب المسلمين الفلسطينيين. الخاتمة. هناك العديد من الحقائق العلمية والتاريخية تثبت حق الشعب الفلسطيني بأرضه بمختلف أطيافه وأجناسه ومذاهبه، حيث شهدت أرض فلسطين الكثير من الأحداث على مر التاريخ من نهضة وازدهار وحضارة إلى حروب ومعارك دامية. كل ذلك يعزى إلى مكانتها الدينية في جميع الكتب السماوية فضلاً عن موقعها الاستراتيجي براً وبحراً، فجميع الحضارات التي وطأت أرض فلسطين تركت آثاراً وإنجازات تشهد بأهمية هذه الأرض ومكانتها وضرورة التمسك بها منذ انتهاء الحكم العثماني ومجيء الانتداب البريطاني بدعم من الصهيونية العالمية الذي أحدث الكثير من الإجراءات بهدف تهويد فلسطين قلباً وقالباً من أماكن ومواقع وسكان.